حطوا وجهات قبل الله وقبل الدين وقبل الأولاد، فأصبحت هذه هذه تمام. وزدت القرآن وزدت في كل جملة القرآن دي جملة التأويل. التأويل هؤلاء تلي عليها على الكلمات الأولانية جائزة، الثانية واجبة. ليه؟ لأن في أصل الكلمة ده احنا عارفين إن المد الجاي سالب الهمز يبقى إيه؟ في البداية. الكلمة الأولانية اللي فيها المد نفسه وفيها حرف مختلف، والكلمة الثانية اللي بتبتدي الهمز فين المد جائز. لكن لما يبقى سالب الهمز والمد في كلمة واحدة يبقى إيه؟ يبقى وارد. فأولئك وارد من ناحية واحدة، لكن ها جائزة إنها كلمة وأولئك ها جائزة. تمام؟ يا سلام مبنية على وضعية تقول جاء هذا الرجل، رأيت فمنصوبة إيه؟ هذا الرجل ما غيرتش، مررت في هذا الرجل ما غيرتش خالص. من هذا المنطلق نحكم بكذا. تمام؟ وردك هؤلاء نفس الموضوع وهذه نفس الموضوع ما يغيرش. طب انت هتغير، انت هتغير امتى؟ يتغير اسم الإشارة امتى؟ يتغير الإعراب يبقى نوع مش لازم. برافو عليك. مين انت؟ مين انت اللي غيرك؟ يبقى في المتابعة هتقول ايه؟ جاء هذان، رأيته هذين، مررت بهذين، جاء هذين، مررت بهذين. تمام؟ غير كده ما بيتكلمش. هو الصلة الذهني على العهديه او الفكريه، يعني
كتاب يا جماعه حتى كتاب ابن ماجه. يبقى انت هتجيب ايه؟ الله يكرمك يا الراجل لم يرد عليه ان هو يراني اسال وانت اجاب. فاقول لك هات كتاب فانت بتديني ايه؟ اقول لك هات الكتاب فانت هات الكتاب بتاعي تجيب لي حاجه ثانيه. اقول لك هات القلم يبقى في ايه؟ اقول لك هات قلم. إذا أضفنا القلب وأفاد الضرطك عدم التعيين. لما السارق والسارق يعني هو في سارق واحد بس أنا وأنت عارفين هو ده اللي طالع عليه وبقيت السراق مفيش حاجة تجيب هو ولا استغراق السارق في معنى السرقة الذي قامت في معنى السرقة يبقى معناها إيه؟ أصل الكلام الذي سرق. السارق والسارقة يعني الذي يسرق والذي تسرق. يبقى قال هنا بمعنى ايه؟ اسم موصول. ولكن ايه؟ السالب هنا طب ايه اللي اخذه المعنى؟ قال لك قال هنا الموصول هنا هتدي معنى جالس الموصول موصول هتدي معنى مش هتدي لا الذي ولا الاتي ولا لو قلنا الذي يبقى قسمنا السالب على ايه؟ على المذنب. لو قلنا الذي طب لو قلنا بل على ايه؟ على ولو قلنا اللذان فلن تستشهدوا اثنين وقلنا الذي فلن تستشهدوا واحده لو قلنا الذين يبقى لازم يستشهدوا ايه؟ اصابوا فشل طب الرحمن مع خمسة دين على خمسة دين سمع هبل خمسة دين في المرة رايح جاي
قال لي معقول؟ قال له اه. بعد ما وصل كان ابتدي راح المحطه وجمع له 5 جنيه، قلت له اتفضل يا باشا، لقيت ال 5 جنيه. قال له خلاص ماشي اشكرك بعدين. وقال له كلمتين ان تسعون من النصابين لما يحبوا يهموا حد نوع على علاقه بيها. وماشي معاه في الطريق فالتاني ايه؟ قال ضربها في 2 والله 5 جنيه في اليوم. يعني لما اعمل لي بتاع ايه؟ 10 20 مش فاضل اجمع 100 جنيه في اليوم. حاجه ان انا اشتري مش البلد اشتري نص الصعيد كله. فالمهم ده بعت لي ابنه واصر ان هو يشتري وكتب عقد. طبعا راح بعد ان هو قعد في الكوبايه عايز انقراض وعارف عارف يحسبها بدون ما يعرف المشكله. المهم تتبعه هذا النصاب قبض عليه وهو بيبيع لواحد تاني القمر 500 جنيه. الحكومه هتسيب الموضوع عارفين الحكومه بتاعتنا تحب ايه؟ شريك. فالمهم لما يحكموه الناس بقى عايزه تشوف مين اللي عمل الحاجات كامل كلها. فالمحكمه قررت دخول القاعه بنص المشهد. هي عشان تحد بس من الموضوع ده. فطب واحد زي ده بقى هتحاسبه ايه؟ واحد سال عن طريق الانترنت هتحاسبه بايه؟ انت نسيت حاجه ومشيت. حاسب ايه؟ ينفع معاه بنت ولا ماء ولا الذي ولا الذين؟ ولا حاجه تدل على كل ده ماديا ومعنويا؟ اللي تدل على كل ده ماديا ومعنويا الاستغراقيه. الاستغراقيه اذا شرطها ان هي ما تدلش على حاجه معينه، تدل على معرفه غير معينه. وليه على خلاف قاعده ولا تستعمل الا مع عقل الاستغراقي. زي ايه؟ اكبر الزانيه على الذي ولا الذي تزني؟ مين في الميول؟ ازاي الزانيه؟ مين في الميول؟ مين المادي عليه؟ الزانيه على الزانيه. الاثنين جولان؟ مين المادي عليه؟ حاجة معنوية دي ولا مادية؟ حاجة معنوية، ما ينفعش مادي ولا مادية. تمام؟ يعني ينفع عقل الاستغراق. تمام؟ خلاص الموصول؟ خلاص الشرط؟ الشرط؟ الشرط في أسماء وشروط. تمام؟ الشرط أنا هتدوم على الفعل المضارع المدخول. ونعرف ان في اسماء بترتب فعل وفي ترتب فعلين. من ضمن الاسماء اللي بترتب من الشرطين مش من الموصول. بدات من ده اسم حلو حرف جر واسم موصول واسم شرط وايام ثم ومتى كل دول الشرطيات. أي بشرط أنها يضاف بعد منها اسم أي رجل أي رجل. تمام؟ وأي يعني مثلا نتيجة أستخدم أسماء الشروط. أسماء الشروط فيها حرف فيها حروف زي لا زي إيه؟ في حروف وفي أسماء. تمام؟ زي من على طول التفصيل يعني زي من وزي ما من بتجزم فعلين بمخاطبة عقل مخاطبة جمع عروس وما تجزم فعلين بمخاطبة غير عقل. على حسب ما يضاف اليه.
أي مكان تذهب إليه أجزيك أجزيك أعطيك أرجوك. فهي أضيفت لإيه؟ إلى الزمان. أي يوم تنجح فيه قاطعك أضيفت لإيه؟ الزمن. أي رجل تصادق تكسب بمن العهد. أي مال تدخر تنتفع بفضل العهد. إذا أي تضاف لكن ما تقولش من تدخر لا أموال المال تدخر تنتفع تيجي لكن عايز تجيب أي حاجة بتضاف تعمل إيه؟ أي أسماء الشروط الاستفهام يقصد منه الإجابة في سياق خبري استعلامي عن مطلوب مبهم غائب مش فاضح زي ما عرفوش. وإما يكون غرض استبيان الفاعل أو المنتبه أو الخطأ أو المفعول. وبالتالي الأدوات اللي أنا ببتدي أحاول أستعمل بيها هي أسماء. من؟ ما هي دلوقتي؟ بس كده؟ شرط وصول خدناها إيه شرط؟ حرف جر ماشية معاك صوت ماشية من حرف جر تمام؟ ده اسم استفهام ومن؟ اسم موصول من اسم شرط ومن استفهام وتسأل عن العهد من غار من جاء من ذهب من ولد من مات مات بس على غير واحد بس ده يلغى حكمها اذا اضيف لها حرف اذا اضيف لها حرف وتفقد حرفها تختم ألفا بما برافو عليك بما إذا عليها فتحة وتختم ألفا بما لما دي لازم لا حرف جازم تخش بقى ازاي ما زي لم بس بنوصف انها عادية لما لم لم دي فتح مش ألف لما زي لما طب الفرق ايه؟ لما بس ليه الفرق بينهم؟ ده احنا بنقول في المضارع ان لما بتحيل الفعل المضارع للماضي لما ما تحيلش المضارع لما يكتب يعني لما يكتب الطالب هو نفع ايه؟ المعنى بتاعها لما بنفع لا مش النفع معناها ايه لما هي لا هي بتجزي الفعل المضارع لاستقبال الطالب زي شرط كده هي صوره من صور الشرط يعني انتماء الشرط طيب اشهد ضيف عليه تسال عن الحال او الهيئه كيف كيف؟ انت هتلاقوا محطها حالة نقول ما من كيف الحاجات دي على فكرة أي عندنا أي ذكرناها أنا بستبين بيها الموصول أو الشرطة وكده هي اسم معرف مش مبني أنا ذكرتها ضمن الأدوات بس تمام؟ لكن لما نيجي نقول من ونقول كيف ونقول حيث تعالى حط لي حيث في اي موقع حيث الذنب مش الذنب اللي هو حيث الذنب سببت ايه؟ مررت بحيث كنت بحذاء جنب بحيث من حيث ضرب
كانت في الاول جبت قبلها حرف ضاد غيرت. وده من سمات ايه؟ انها مبنيه. تمام؟ هذا مبنيه، من مبنيه. لما نيجي نعمل الباب بنقول عليه ايه؟ مبني على الضم. ما تقولش الضم، ما تقولش مبني للضم، مبني على الضم. من مبني على السكون، هذا مبني على تعود على أمر المحط التالي
هي 10 كل 10 يعني تعويض على ايه؟ على الترميم. عايزين هي 10 المبنيه على الفتح. مبنيه على كم تبقى الاسم ده؟ 10 او ايه؟ 10 دي معربه، الجزء الاول معرب والجزء الثاني ايه؟ مبني. لو 10 او 10. طب 11 بقى و13 و14 و15 و16 و17 و19 و19 الجزئين مبنيين. تمام؟ وهي زي ما بقى قال سبينزا بالنسبه من اول 13 ل 19 بيخالف الجزء الاول فيها المخبر 10 في التفكير والتفكير. لما بنقول 3 10 التسجيل يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى ايه بعدها؟ 3 3 3 3 معلش اللي جاي بعدها هيكون 3 3 10 3 يبقى المفروض ايه؟ مفكر. هو عشان يفهموها للطلبه الصغيرين يقول لك احسن لان العيب الصغير في الكتاب ممكن تكتب المفروض انك تعرف ايه؟ معلش لكن في الوقت الامر يختلف في الوقت برضه وانا لما بتعلمه الحقيقه مش هتعلمه اكتر من كده. فهي اصل الكلام اصل الكلام له بصيغه المفكر بمخاطبه الذكر والانثى. طب لما احب اختص المرأة كلامي والانثى كلامي لما احمل الكلام على التأديب ولما احمل الكلام على التأديب يبقى محتاج علامه عشان اميزه ما يدخلش فيه الرجال. لكن اذا كان الكلام بصيغه المذكر يبقى ايه؟ مش خاص بالذكوره. يبقى الكلام اصله بصيغه المذكر مش خاص بالذكوره. خاص بالايه؟ بالهمين. طب انا عايز اخص دي النساء بس. يبقى اعمل له العلامه اللي اصطلحوا عليها ان انت بتدي للناس ايه؟ تأديب معقول. يعني في تأديب مقصوده. زي جاءت. تمام؟ ودي بتضاف لنهايه الفعل. طب تأديب معقوله. الغلط في نهايه الاسلاك. تمام؟ تقول مدرس. اللهم افتحها. الشغل على الجزء الاولاني.
اصل الكلام ديت مذكره مش مؤنثه. تمام؟ فعلشان نخليها مؤنثه لازم نعملها علامه. العلامه دي قلنا بالاضافه او ايه؟ هينفع نحط لها كتاب تانيه تبقى مربوطه تانيه مؤخرا، يبقى الاحسن ان احنا ايه؟ فلو حذفناها ولقيت ثلاث يبقى كده اعرف ان الكلمه دي داله على ايه؟ على مذكر. طب لو حطيت لها تانيه مربوطه دل على بس مفهوم لكن ثلاثة عشرة رجلا ولا عشرة ينفع تنسي الكلام وينفع احنا هذا فعلا جدا هنا بعد جملة الانسانية المواسخ في المنادة ناخده درس الوقت في المنادة نوع ومبني المبني ده عامة في أسماء خاصة قلنا دلوقتي المبني بقى كده عامة المبني أنت بتقول مبني على الإيه؟ على الضمة ومبني على الفتح ومبني على الكسر ومبني على السكون في محل كذا في محل كذا ده المكان اللي هو في الجملة دي مش بيقول ايه؟ لكن اللفظ نفسه ايه؟ تمام؟ هو العصر هذا مش كده؟ اه بس العصر ان شاء الله خلي بالك يا رب حضرتك
محتاج لازم نبني للغاية ندي قاد شوية نشوف بس نقدس حتى جميل كمان أنا هقرأ دلوقتي يا رب عشان إحنا بنكتب ورقة طيب هنعلم إيه الكلام اللي ده مرة في العمر ده مرة في الاجتماع يعني اه مش هنقول الكلام عند الخبر Thank you.
وهما
بمتكلم او انت مخاطب. خلي بالك القاعده كده في الغالب في الغالب التاء لما بتخاطب فيها حد مفتوحه يبقى بتوصل انت بتتكلم ده ايه؟ ذكر. مكسوره يبقى بتتكلمه ايه؟ مؤنث. وكان المخاطبه دي تاء برضه اذا كانت مفتوحه مذكر اذا كانت مكسوره مؤنث. يبقى انت مخاطب مذكر حاضر التاني مخاطب مش غلط. انت مؤنث. نحن متكلمون. تمام؟ كم؟ انتم انتم انتما مؤنث. مين؟ انت ولا هو الاثنين؟ ده الضمير المنفصل. مبني على مش هنقول ايه؟ مررت بأن تيما اكتب أن تمام؟ أقصد أن توبة مش هنقول ايه؟ من هي مفهوم بيه؟ والضمير قد يكون منفصل مفهوم بيه؟ تمام؟ زي ايه؟ التاء لما بتيجي في التاء الاول لما تيجي اول تايم يقول لك انا تخبر الفتاه برغبتها تخبر الطالبه بالاجابه وصلنا ايه؟ مع مستوى المخرج في الباب لما تيجي تقول لها تيجي تاخد الباب ملاها اوقات اذا كانت مظلومه انا يبقى بيتكلم ايه بقى ايه لما تيجي تطب التاء في اخر الفعل دي حاجه لا لا حاجه لا حاجه لما التاء لما في اخر الفعل وزي مضمومه يبقى يبقى الكلام عائد على مين؟ اللي بيتكلم معناه هو اللي بيفعل الفعل. طب اللي كده مفتوحه مخاطب ايه؟ مخاطب اكلت كتبت انت ولا تاء الفاعل يبقى ايه ده ايه ده الفاعل كتبت نجحت خلاص. طب اذا كانت مكسوره نجحت كتبت رغبت وصلت سلمت دي كلها ايه مخاطبه مؤنثه موجوده موجوده. اذا كانت موجوده موجوده متكلم طب انت ايه ولا مش كتبت؟ كتبته انت بتساكن عشان الوقوف اصلا ما حبيتش لو ساكنها ايه ده ايه؟ ااا أه على مؤنث متصل يعني لازم تتكلم من نفس الكلمه من نفس الكلمه زي لا دي اسمها لا الفاعليه كتبنا نجحنا ايه؟ بدل نحن لسه شغال في المنفصل يا دكتور ايه؟ يعني في المنفصل تجاوزنا لا خلاص انت منفصل احنا لسه في المنفصل احنا في المنفصل واللي ده اللي هي بعد نحن ده بعد نحن ده بتيجي فيها المنفصل وبتنفصل لا هي بتبقى المواد بها المنفصل على سبيل القصد او على سبيل استثمار الواحد في المجنون يعني انا بتكلم على نفسي اقول ايه خلصت الدرس التعظيم ولا القاعة ان انا خلصت الدرس بس انا اللي متقدم بيها يعني تمام يعني هو مش حاصل ايه التعظيم هو التعظيم ايه؟ استثمار الواحد في فعل المجنون تمام؟ وقد تكون على سبيل المرور زي معظم زمان الملك بيقول لك ايه؟ مرنا نحن الحروف الاول بكذا مرنا نحن في الاول بكذا وهكذا تمام؟ ده بالنسبه للمتكلم. طب هل عارف الاصل انها ايه؟
لجمع الحضور المصابين. وخد رد يعني واحد على سبيل التعظيم. فقط تعظيم التأكيد لما يتكلم معه صغير كلمة حضرتكم. قدريتكم. استأكيدكم في المصارف في الوقت. لما تعز عرف ايه؟ المحاضر بسيطة يعني. عايز تدافع بقى برضك. تجيبكم من المرور يعني. تمام؟ وده ممكن اللغة الأجنبية. مستحيل.
ما هو الفعل أصلاً مش موجود. سهل بس فول كل حبه لو حبت به وحبت بها لو لم تتصرف يعني استحاله ما تفرجش لو كان يعمل كده مش لو استحاله وهنا هو التجديد كده يعني في ان شاء الله يوم السبت الجاي ندوه هتتكلم عن بعض هذه الامور في الشعر في معرض اسكندريه في القاعه معرض اسكندريه الساعه 5 الشهر الجاي وده انا هجيب ده عشان بعدين ولا بعد ما نعمل السبت ان شاء الله اللي كان هو الاغلب مش هو مالهاش علاقه بالمدير ده الاغلب ولكن فيها افراء له ان شاء الله هي من 5 ل 7 من 5 ل 7 فدلوقتي بقى يقول لك ايه لو الذي افادت ان تلكاك الجهه في الهبه في حاجه في اللغه قلتها لكم مش عارف ولا ما في حاجه اسمها اتحاد الجهه وارتكاك الجهه اتحاد الجهة الفعل اللي يعطي نفس المعنى ونفس الوظيفة في الجملة. يعني أقول لك إيه؟ كتبت الدرس وأحمد كتب الدرس. إذا أفادت إيه؟ إن أحمد وزيد كتبوا الدرس نفسه. خلاص كده؟ وقد يكون في توقيت متوازن. يقول لك كتب أنت الامتحان، أنت الامتحان، أنت الدكتور عملوا نفس الامتحان وفي نفس الوقت خلصوه. ده اتحاد الإيه؟ لكن في كتاب الجهاد احمد ادى امتحان كتب ادى امتحان ليصنص الحكومه وزيد ادى امتحان نفس الفعل ليصنص الحكومه كده ايه؟ وبعدين فهمتي الامتحان ده حاجه والامتحان ده حاجه وقد يكون الوقت غير الوقت واكيد المكان غير المكان يبقى الجهه منفكه ولا لا؟ يبقى بنعرفها من ايه؟ حسب الكلام يعني في كان كم السنة طب لو قرأ بيقول وقد هبت به أنا كان في حاجة فيها عمل وهب بيها لو أنا أقول لك إن هبت تحت غير الهب بتحت يبقى في كيكة لاستحالة وقوع الهب منه يبقى هي هبت به يعني تغريه وتخبره على الفاحشة هو هب بها الإنسان يقول إيه عيب كان يريد أن يغلبها وليقتلها. فربنا أوحاه ساعتها أنت لو ضربتها أو قتلتها هيقولوا اللي أنت كنت عايز تعمل معاها الفاحشة ولما رأت الشريفة العفيفة أنت قتلتها علشان تضايق. موصول برضه موصول برضه موصول معنى. جميل هو الفكر. الاسم يفيد الامتناع عدم وجود الجهل. كده ايه؟ انت فهمنا الكلام ده ايه؟ لولا. يعني تقول لك استحاله الوقوع ايه؟ يبقى لولا قد تاتي لوحدها. فان جاءت لوحدها كده خلاص المعنى زي ما قلنا. ياتي الضمير المتصل بعدها. الضمير المتصل بعدها ده اسم مبني. يقول لك لولاك انت بخاطب ابيك. ولولاك استحالة هيكون وجودي غير وجودي ضحية ولا مش ضحية؟ واحد انقذك من ال طلع عليك ده على الأرض وقعت موقف من الحرب على الراس ورفعوه جاء واحد بقى من صديق كده اسمه صار بيلعب كرافيل ركعت بنت ده نزل له قال له والله لولاك كنت ميت لولا وجودك ولولايا ما عملت كذا ولولاه فهكذا ايه الضمير اللي بيتصل بلولا ده يبقى اسم ايه؟ مبني خلاص؟ وضمير الفصل اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت اللي بتاع الفتاة برضه ده ساعة لقطة في الدنيا دي ضمير الفصل قلنا بيجي بين اسمين الاثنين بعد الجملة الاسمية لما هنشوفها مع بعض ان شاء الله تعالى الجملة الاسمية بتضم مبتدا وخبر وانتوا فاكرين لما قلت لكم ان الخبر بيبقى ايه؟ صفه لمبتدا ولكن صفه زائده بمفهوم الحر لكني بحكم على المبتدا. فبقول قاضي قاضي عادل القاضي عادل يبقى انا حكمت على القاضي ان هو ايه؟ عادل. طب ما هو اصلا القاضي عادل ده صفه فيه يقول لي ايوه بس هو الصفه صفه الضمير وحتى ان لم يكن هو عادل وكان ظالم كان
ينبغي عليها ان يكون عادلا. يبقى الحكم معناها ايه؟ مش مجرد صفه، ده مجرد واجب على الشخص ان يفعل هذه الصفه حتى لو كان هو ايه؟ قول الطالب منتهي. هو كل طلبه كاتب طلبه شيخنا وقاعدين مع بعض بدل جنين وبدلين وعصير زي الفل مع بعض. وهنقول لك ايه هو؟ وان لم يكن مجتهد فعليه واجب ان يكون ده معنى الخبر. يبقى الخبر مش مجرد صفه، ده صفه وحكم. الاصل فيها انها تكون متحققه، فان لم تكن متحققه فواجب على الايه؟ من ايه؟ من حكم في ان يحقق. خلاص؟ الغير في الارض كده متحقق. تمام؟ طيب انا عايز اجيبك قوي بقى. بحكي انا بجيب الصفه متحققه. تمام؟ الصفه ايه؟ متحققه. وعايز ادي شبهه اللي هو الاحتمال الصغير واحد في المية ان هي قد تكون متحققه وعليك ان تصدق. فراح مستعمل الخبر معرفه مش قلنا القاضي كان عادل. تمام؟ هو القاضي عادل. القاضي عادل قلنا القاضي عادل. اما تحط لي خبر ما ينفعش ما هو الخبر عليك وده معرفه صفر. طب عشان نحسب الخلاف ده ما هو لك بقى ترجع لبيت المتكلم. طب المتكلم مش متكلم دلوقتي. انت عارف بتقولها صفر ولا قصدك خبر عشان تحط وما فيش شبهه ان الراجل ده هو كده ولا ايه؟ وقلنا الفصل هنا مش بيفصل بين الاثنين. لا ده هو فصل ان اللي بعد منه ايه؟ خبر المتكلم. فنقول القاضي هو العدل وكانه هو العدل ده جس فينا. يقول لك يا رب العالمين اولئك هم ممكن تفضل هم تمام؟ هو اصل الكلام اللي غير القران يقول اولئك قالوا حفظوا صفه ولا خبر؟ لا ما اعرفش. ممكن عشان نحسب الموضوع نروح ايه؟ هم افادت ايه؟ اللي تحققت فيهم الصفات من ايات واحد اثنين ثلاثه دول اللي ايه؟ اللي تحقق منه الفلاح تمام؟ ده اسم ضمير الايه؟ ضمير الفصل برضه عشان اسماء الايه؟ المجنون. اولئك هم المفلسون. مين يعني اللي هم؟ لو هو كان في ضمير ايه ده؟
مصر. يجي بقى هو يجي هم يجي هن يجي هي يجي زي ما يبقى وظيفته يجي بين اسمين معرفه عشان يقول لي اللي بعد مني ايه خبر للمبتدا اللي بعد مني بس. طيب ضمير شأن ضمير شأن اللي هو بيسموه ضمير الحكايه ضمير ايه جمله الحكايه ضمير الحكايه في جمله اسمها جمله الحكايه دي هتشرح عليها بس اسمه ضمير الحكايه او ضمير القصه. ببدا بالضمير وانا وانت يا ابو حميد بنتكلم على القصه دي تمام؟ بنقول لك ايه؟ اشاء قل قل لي انه هو الله هو يعني السميع البصير الواحد المعبود كل القصه دي والحكايه دي هو بالشكل هيخدم قصده والشعر او الاديب بيدامه
اما الصوره اللي جت تطلع مقبوله على حسب ما عرفت او تطلع غير مقبوله بتتكلم دلوقتي على الصيانه دي العلميه ما ينفعش انت ليه خالص تخطط تبرزه كده تبرزها كده مقبوله كده بقى ايه مستعمل طب الغايه بتقول لك الغايه يجوز ان انت تخطط او تستورد ليه؟ قال لك استرغاية انا مش متاكد هو مين. لكن الحاضر انا متاكد انا بتكلم بس حد غيري ولا انا اللي بتكلم فيه حد غيري بكلمك انت يبقى اصحاب تاني لكن الغاية هو ايه؟ كتب سرير موضعي الذي يشوف اسم على الدكتور في الموضوع اتكلمت على زين الدنيا وطلع ونزل مش عارف ايه وارسل وارسل مين؟ هو برافو عليك هو ارسل هو ده غير مستعد تقديره هو تمام؟ طيب هو ده وثق ولا قال لك ده وثق لان مش وثق على تدوس السليم نفسه ولا ارسل اخوه؟ هتقول ايه؟ ارسل اخوه ارسل اخوه تمام؟ فتقول طب المستعد انا مش وثق ان هو فاعل وعادي بنسبه 100% على ايه؟ على زي ما يكون حد من جهتي تمام فيقول لك انا مش فاهم ايه جوازي لان يجوز ان انا ابرزه يجوز ان انا ابرزه بس طب ده موجود يقول ان ايه جوازي الاصل 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 اما في المناطق المخاطبه انا وانت وانت ونحن وانتم في الاستطار ايه وجود وجود اما المناطق الغائبه هم وهن وهو وهي وهما الضمائر من الجواز ايه قد هو يجوز ان يكون في اسباب تانية متعلقه فاكرين اللي احنا قلناها الخالفه فاكرين الخالفه اللي هي اسم الفعل يبقى اسم الفعل اسم الفعل اسم الفعل حاجه كده ده اسماء معروفه واسم الفعل معروفه اسم الفعل اللي هو لم تتحقق فيه معنى الفعلية الكاملة ولم تتحقق فيه معنى الاسمية الكاملة قلنا الاسم الكامل هو معنى مجرد من الزمن صح كده؟ معنى مجرد من الايه؟ اسم الاسم الكامل اسم البحر معنى اسم البحر معنى مجرد من الزمن طب الفعل معنى وحدث مرتبط بزمن صح كده؟ ماضي او مضارع او مستقبل هو طب جت كلمه معنى وفيها كلمه من الزمن كان لازم يقول ايه؟ يقول اكلت وساكل واكل الناس يكتب وكتب وتاكل طب لما يدل على حاجه واحده بس معنى دال على امر معنى يدل على ماضي بس معنى يدل على مضارع بس يبقى ما حققت فيه معنى الاسميه لانه معنى وجاز من الفعليه انه دل على واحد من الاسماء بس لم يدل على كل الاسماء ولم يتخلى من الزمن فسموه اسم ايه؟ اسم فعل لا هو اسم ولا هو ايه؟ لا اسم خالص ولا ايه؟ ولا كلام اللي بعض الناس بيسموها خالفه لأنه خالف خالف فعندي اسم فعل يدل على الوقت والاسم فعل يدل على ايه؟ على الماضي واسم فعل يدل على الوقت أكثرها اسم فعل الدال على الوقت وأقلها اسم فعل الدال على الوقت وهي أسباب مبنية ما تغيرش وبرضه خالفت الاسم لأن الاسم الأصلي دي ايه؟ عرفت وحمل استدلال الفعل اللي هو الأصل فيه دي زي ايه؟ لو قلنا الفعل الامر فاكرين مرة فاتت لو قلت لكم صح مصاهم قلت لكم حاجة فرق بينهم ايه؟ صاهي اللغة ايوه صاهي يعني لغة ايه الفرق؟ صاهي يعني اسم طب انا حضرت لغة طب ايه الفرق بين صاهي وصاهي؟ صاهي لغة صح صاهي اسم صح صاهي صاهي اسكت اخلص مع صاهي؟ اسكت صاهي بتتكلم بالغه اما صاد ها صاد نون او صاد ها تحتها اسم صاد انا
وهيا يعني ايه؟ هيا نذهب سويا. هلومي وقد تكون مرتكبة على الريح يعني إليك. يعني إيه إليك؟ إليك عندي. إليك عندي. وأمامك أمامك الطريق يعني تحدي. وراءك هذا مش ظرف. يعني عندك عندك المال يعني ايه؟ خد انت عايز بعد ذلك خد الجاب من البيت عادي هو عدد المرض يعني ايه؟ هو يعني مش عدد المرض هيقولوا ايه؟ خد المال تمام؟ عالي فتحه كسره واول حرفين فيه فتحه زي ايه؟ حداني حداني فتحه حداني يعني مرضى اوعى تمرض ازاي؟ كتاب كاف زي كتاب بس كاف عليها فتحه كاف عليها فتحه وكاف عليها كسره مبنيه يعني اوعى تمرض كتاب يعني هو ايه؟ انت هتعرف كتاب يعني مش حاولش انا ايه كده؟ تقول لي ازاي كذا وكذا وكذا ولا هي كتاب؟ فاهم؟ لا بس من غير كسره من غير وحدان كسره من غير وقد يدل اسم الفعل وقد يدل اسم الفعل على الموضوع زي شتان معنى ايه؟ تفرق طبعا اللي هي هيهات 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 اللي بتوعدوه ده بعيد قوي عن شغله تمام وقد يكون في المضارع مره واحده هو المضارع وبعدها اول الاول يعني ايه؟ فرد بسكون الهاء الاخير اول وافل أفل لكم أعدام ولا تقولوا نعم إيه؟ أفل ولا تقولوا كلام أفل وكسر الدين تنوين تمام؟ في الأسماء الخاصة طبعا تقدم حاجة الأسماء المبدية هم ست أسماء ست طوابق وسهل جدا الأسماء المبدية كويس في بعض الناس يقول مرتبة قبل ان نظر هتكتبها ان هي اسم في قائمه زاد هل هي عربيه ولا عربيه؟ زي سيبويه وخمرويه في مبنيه وما كان سببا بكل اشتغل في واحد رفع عايز تنتهي ولو مش مظبوط في بس من الجانب الاخلاقي يعني تقول له ايه؟ خبال المعلومة اللي خدناها يعني خدناها في الفيزياء بتاع الستات يعني ايه معنى ايه؟ التخصص في الفيزياء المعروف اللي هو وأنا أو الاسم المؤنث اللي على راس الفعل اللي بتطلع وزن فعالي يعني ما كان سبب نقول سبب اللي قلت على وزن فعالي زي خبائي وخسائي وما كان علم نقول واحدة اسمها اسم واحد بس على وزن فعالي زي سجاح عارفين سجاح؟ اسمها سجاح يعني ايه سجاح؟ سجاح اللي بتاعت الجو على مكتب الجو ده اصلا مش شايفها اللي كانت متجوزها بس هي لفت جوزها هم عشان كانت بيها الاثنين ما كانش عايز يديها بعض فاتوا ده والله بص كل ده بين جوه ده وانت فاتحها انا شايف على الجوز كده وقت الجو ده قال لها ما تزعليش من خارج قال لهم تنزل عليا كبير واوحى الي انما انا سجاح أسقطت من عليكم صلاة الصبح والعشاء. تمام؟ فهي سجاح دي ما احنا كنا خد يا حبيبي اللي خدنا منه كلمة سجاح دي ليها معنى ولا لا؟ هي مش حاسس دي ده اسم مبني، حاسس اسم مبني ما فيهوش شكل.
بنحس بمعنى خلاها اللي هي مؤجبه وربنا مستحيل يعني في المتابعه بقى. وحذاني حذاني هي بعض الحرب قصار واحده بس التالي كثير حكينا حذاني حذاني مسلمه حكينا على حذاني حذاني كل جنس الظروف المنقطعة على الإضافة رفضا لا تم القبل تم البعد في الآية في الغالب تيجي وظرف تقولي قبل النظر قبل المحطة تيجي بعدها إيه؟ مضاف إليه مكسور فقال لك طيب أنا هأسقط المضاف إليه ظاهرة لكن في بعد يبقى في زين وهستعمل قبل أن يكون أستاذ في الجامعة كان بتحكم فين الإضافة بتاعتي؟ فين الإضافة؟ في المعنى في نفسه يبقى الإضافة دينية مش إضافة إيه؟ لفظية. طب إن سقطت الإضافة اللفظية تبقى مبنية زي ما قبل بعد أولا كلمة أمس أمسي أحيان أسمك إن قصد بها تريد السبق مباشرة لكن أمس على الماضي تكون أمس وأمس وأمس بعض الظروف هذا إن وحيث والآلة دي حالات خاصة بأسماء سبق الطوائف لا أشعرها في الله تعالى نستخلص بقى من القصة دي ده كل ده مبنى كان ده انما لو امس قبل كده مربوع لا هو بالعربي اللي انت اللي جاي كله في العربي جاي كله طب من اجل بقى العرب ده بعدين في حضرتك ان شاء الله ان شاء الله خلاص زي دي تمام الاسم التقسيم ده حضور يحمل يحمل
محبوب. احمد الله احمد الله كان ضرع احمد اللي ياخده احمد ولا احمد باسم العالم واحد اسمه احمد لا مش كده؟ فأنا عشان ما تتفرجش أحمد اسم بالنسبة للاسم يعني لما تستعملها كاسم هتقول إيه؟ جاء أحمد ما تقولش أحمد الاسم أحمد؟ ده تنوين؟ ده تنوين اللي هو النون الصرف مش باهي من الكاتب والله ليه ما تنوينش ها؟ ليه ما تنوينش؟ يعني تحقق كتير صوت كتير صوت الاسم فانا اعمله معاملة الاسم في الاعراب ونعمله معاملة الفعل في عدم ظهور التنوين فتقول مررت باحمد مربوط بالفتحه لانه ايه؟ نور الصلاه تمام ويزيد برضك يزيد ايه؟ يزيد اللي هي الشهاده ولا يزيد اللي هو ابن زيد بن معاويه اللي هو الاسم برضك اشتبهت من الاثنين فالاسميه فيه غير متمكنه فيكون مجموع الاسم. التساوي دي خليها بلغه هتنفعك قوي. ماشي خلاص كده؟ بقيه الاسماء ديت بسيطه جدا. اللي عندي الاسماء كلها مبنيه اللي بيقعد بقى خلاص اسم مبني اللي بيقعد كده ممدود وغير ممدود، يعني ايه ممدود؟ اللي هو بس في يوصل بيها حاجه حلوه واحده بس الاسم الممدود مش الماده بتاع علم التجويد كان الاسم الممدود الاسم الممدود في الصف هو المنتهي بألف وهمزه كل اسم منتهي بألف قبلها حرف مفتوح بعدها همزه زي ايه؟ غياب نجلاء صحراء كفراء سماء تمام؟ كده كل ده منتهي بايه؟ بهمزه. طب ايه المشكله بتاعته؟ ان الاسم الممدود ده هي الجزء اللي انت تحسب همزه بس اجراء مش اجراء ده قال لك انت تحسب الهمزه بس كده تمام وفي الجمع تقع الهمزه اللي فيه تمام وده غير خلاف القاعده، القاعده ان الهمزه لا تقع بين الفين بس اذا كانت الالف متغيره يقول ايه؟ جزاء ان جزاء هتبقى ازاي جزاء ان؟ طب لو زودت الف كده لا تجمع الهمزه المتطرفه بين النفاق تمام الهمزه المتطرفه لما تكون اخر الكلام خالص يعني تمام لكن لو بعدها حرف يجوز زي ايه؟ جزاء ات اجراء ات تمام جد الهمزة يجوز حذفها نور صحراء سماء ضياء نجلاء علاء هو علاء تمام إجراء يعني إجراءات يعني إجراء إجراء يعني إجراء لكن لما تجمعها ما ينفعش إيه؟ ويجوز قدها واو في بعض الأحيان نور صحراء وصحراء وات سماء وسماء وات وسماءات صحراء وصحراءات وصحراوات يجوز طب بس في الجامعة بس ولا ايه؟ ايه؟ شغل جو في الجامعة بس ولا عموما؟ على سلام؟ لا شغل جو حضرتك قلت في الجامعة معلش في الجامعة كويس طب ليه الممدود اللي هو مش منتهي القلب بعدها مشكلة كده؟ تتمطع فيه كما تريد. طيب الاسم المقصود والمقصود. عايز خالص نقول النهارده عشان ان شاء الله المرة الجاية ناخد معاك مش معاك ده.
غير المميل اللي هو اي اسم ما فيهوش الف وهمزه وبالتالي بيرفع بقى الضمه بسبب البدعه اللي عملتها ربنا للحرف الحذف الجر المقصور والمنقوص. المقصور ايه؟ منتهي المقصود في مشكلة.
المنقوص السبب منقوص عشان بيتنقص بيتقطع منه كده اللي هو اخره ياء لازمها منها ايه؟ كسر زي قاضي القاضي القاضي المحاكي الساعي الداعي في مشكله كده؟ اخره ياء قبلها بصوره لا قال لك ده لما تيجي الياء مش في قوه الالف الياء دي كده مش في قوه الالف قال لك معناها ايه؟ قال لك اولا الضمه مش هتعرف هتعرف تنطقها بس هتبقى اسمها ياء القاضي القاضي لما جاء القاضي المفروض اسال خلاص قال لك يبقى تقدر عليها الضمه سلام مرفوع لما جاء القاضي يبقى القاضي مرفوع بالضمه منع من ظهورها ايه؟ استحاله ولا استقرار؟ التعذر فقط في المنقوص في المقصود فقط اما بالنسبه للمنقوص اللي هو اخويا لا ثقه يعني هي تيجي معاك بس التتيبه يبقى مرفوع بالضمه المقدره منع من ظهورها طيب مررت للقاضي مررت للقاضي لو عملنا شويه هولد ياء تاني طب تعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ مجرور بالكسره ايه؟ مقدره القاضي ايه؟ هيبقى كسر بلد في ثقه مجرور بالكسره يبقى المنقوص يرفع الطلبه المقدره ويضرر الكسره المقدره يمنع ظهورها ايه؟ الثقه تأثير على لسانه طب الفتحه؟ انسى تكوين الكلمة بس لما تيجي على كلمة تانية تبقى خفيفة. أخذت الحركات بس مش في الكلمة بتاعتها. فقال لك إيه؟ طبعا. يقول لك إيه؟ رأيت القاضية. إيه مشكلة؟ أتيت المحامية. فحسيت إن في سهلة جدا. تمام؟ يبقى الفتحة فقط هي اللي بتظهر على اسم الإيه؟ مخصوص تمام؟ المخصوص قال لك ايه بقى؟ لغايه دلوقتي احنا تمام؟ وكل ما في الامر كده لما تيجي تفتح رفع بالضمه هتبقى تقيله بتقول ضمه مقدره تعمل رفع وفي حاله الضمه بتكسر هتبقى تقيله بتقول مجهول بتكسر مع الضمه تمام؟ الفتحه خفيفه موجود الفتحه ضاغطه على التسجيل على حاجه مخصوص لا تحسبها قال لك لو حذفت الالف واللام تحذف الياء لو حذفت الالف والياء الالف واللام من الاول حذفت الياء من الايه؟ من الاخر جاء قاضي بيحطوا كسرتين بيسموها من الاول بدل الياء يعوض يعوض اسم قاضي فذلك محامي لها اسم محامي ولا محامي؟ لما تحط الالف واللام بقت المحامي شيل الالف واللام بقت محامي ساعد داعم قادم عالم زي المعالي ومعالم تكون مثلا ايه؟ مثلا مثلا لها في القانون معاني كثيره محاضره ياء ايه؟ هي معالم واسمها ايه؟ تنوين العوض لو شلنا الالف واللام بنشيل الايه؟ ياء وبنحط بدلهم ايه؟ تنوين عوض طيب الحركات بقى نحط تنوين عوض جاء قادم ورايت قادم صح مررت بقادم وجاء قادم هلا نفس الاحكام الياء نفس احكام الياء يعني ايه؟ جاء قادم مرفوع بالضمه المقدرة على التنوين مجرور بالكسرة مجرور بالكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقة على التنوين طب الفتح بقى قاضيا
فتحة هنا مش هينفع تظهر على التدريب، هترجع الياء تظهر عليها. يعني اللي ليس فتحة أنا واضح تحت لا تحت كله. تمام؟ يعني فتحة بتجر من النظام الصرف. وتنصر. يعني انت رايته قاضيا ممكن تمشي رايته قاضيا ما ينفعش رايته قاضي المقصور المنقوص المنقوص لما تشيل الالف كلها تشيل الياء اذا كان مرفوع بقدمه مقدره اذا كان مكسور كسره مقدره على التنوين بتحط تنوين الراء والبدليه اما اذا كان منصوب بنرجع الياء وتبقى الفتحه ايه؟ ظاهر بالمنصوب بفتحه ظاهره. انت شوف حاجه كده موسيقيا فيها احلى. تمام؟ طيب كده. طب لو اتعرف بالاضافه. قاضي العدل ولا قاضي العدل؟ قاضي العدل. في التعريف تعريف ظاهر يعني فيها يبقى الاسم المنصوص اذا كان فيها ميت ولاد ولا فيه ايه؟ حذف ولاد ولاد طب لو هو ضد الاضافه يرجع عليه ايه معرف خلاص حذفنا التعليم ضد الاضافه بنحذف دي بقى طب هتلاقوا في جدول عندكم في الكتاب في اشاره لكلمات كثيره من هذا المعنى بياخد بالحكم ان الرسول المنصور بيشتكي بعافيه يعني في رقم 10 مرتين الفعل المضارع المنتهي بحرف فإذا كان الفعل المضارع منتهي بحرف عين ألف هياخد حكم الفرد هتقصر عليه كل الأعمال على المضارع احنا اتفقنا ان الافعال ما بتضربش صح؟ فيبقى احنا مش محتاجين لعلامة الكسر بس الافعال بتكسر احنا محتاجين لايه؟ السكون هو الدال على ايه؟ على الكسر طب حرف الفعل المضارع بيكسر بحسب حرف العين فلو بقول يسعى يسعى ده ايه؟ اخره ايه؟ نفس الف فعل مضارع مرفوع بالضم عن ايه؟ المقدره برافو عليك بدع مظهورها تعذر هو ده الاحكام المقصود تعذر طيب لن يسعى لن يسعى فعل مضارع ماله؟ منصوب بايه؟ بالفتحه المقدرة منع من ظهورها تعطف يبقى ايه؟ يبقى الضمه في الرفع والفتحه في النصب هيقدروا على الفعل المضارع المنتهي بحرف ان الف طب والجزم لم يسعى يبقى العين عليها فتحه والعلامه ايه؟ حسب حرف العله يبقى خلاص كده ظاهر يبقى كده ايه؟ طيب لما الفعل المضارع يبقى اخر ياه ويشتكي يروي يحكي احنا قلنا الجزم بيحكي يبقى عندي مشكله في الايه؟ الرفع وايه؟ النصوص بياخد حكم النصوص يعني ايه؟ النصوص سالوا عليا مثلا هو حصل تهنيك جدا بس العقل
طب صباح عشان يجوا سعادتك يسمعوا بس صباح بقى افتح منها صباح بقى غير افضل الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام هنقف هنا هنطرش اللي خدناه كده يبقى مفيش فايده لو خدوه يبلعوا يهضموا عشان يسمعوا كويس المهم انت بس حافظ على سماعك انا مستمتع الله يكرمك والله مستمتع